هاي يا جماعة، اهلا بيكم في قناة ميسيس كروشيه. طبعا دي اول مرة اظهر لكم بيها، بس ان شاء الله مش هتكون اخر مرة. طبعا انتوا عارفين القناة دي للطبخ. النهاردة احنا هنعمل مشروبات شتوية بمناسبة الشتاء اللي احنا فيه. هنعمل هوت شوكليت، لو عجبتكم هنخليها سلسلة للمشروبات الشتوية. قبل ما نبدأ في اي حاجة اسمحولي ان نرحب بضيف شرف. دي اختي مها، او المهندسة مها زي ما بيقولوا، بنقول لها احنا المهندسة مها. هي صاحبة فكرة المشروبات الشتوية، فياريت نرحب بيها. هاي. ومها برضو عندها قناة اسمها، يا جماعه انا اسفه بس عشان صوتي يبان، عندها قناه اسمها فيلم اندروير، عامل لها منشن كلكم تخشوا عليها. ما هتكون هي فار التجارب، هنجرب فيها كل حاجه وهتكون هتقول رايها بصراحه ان شاء الله. هاي، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه مسز كروشيه. انا دلوقتي هجرب الهوت شوكليت اللي صحيتني من النوم بالعافيه علشان خاطر اجربه معاكم. هدوق بجد والله بدون اي تهديد، هو طعمه حلو جدا جدا جدا، والقوام تقيل مش خفيف، يعني كانكم عارفين حلمكم بالشوكولاته صحيح في ليالي الشتاء كده. بجد والله جربوها هيعجبكم جدا جدا. ونشرح عن قناتي. انا عندي قناه اسمها فيلم اندرويه، بقدم فيها افلام حلوه في ايام البرد كده، بتقعدوا قدامها كله يعني، برضه بحلل الازياء. هاي يا جماعه، تعرفوا تاني بعد ما شفنا راي لها بحاليه تامه من غير اي تهديد اطلاقا، انا بس شديتها من السرير. ولو عايزين وصفه جديده بس تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس وبقى فهمها.